مستمعينا بيقولوا دود الخل منه فيه. دود الخل منه فيه يعني مو مقصود فيه تحديدا السوريين, بس اللي بتسموا أصدقاء سوريا, لأنه وصلت لمرحلة الروس على الأرض والإيرانية لساتهم من 4-5 سنين وهن على الأرض بشكل وقح وواضح, هن وكل ميليشياتهم متابعة لهم, وبالمقابل في ناس بتقعد تتفرج. على كل حال منشان نعرف أكثر من هيك, في كتاب عرب كتار عم يكتبوا اليوم بالصحافة العربية عن قصة الدود الخل منه فيه. خلينا نشوف ثلاث أسئلة. بتقول: من اختصر عمر المأساة السورية من 45 عام إلى 5 أعوام؟ سؤال ثاني: مين الحليوة بطل قصة أحمد عمر؟ سؤال ثالث: من أغرى بوتين؟ عنوان الحلقة: حكم العسكر وما أدراك. من اختصر عمر المأساة السورية من 45 عام إلى 5 سنوات؟ يعني ببساطة هلأ بتطلع عالم وبتصير تقول بعد الثورة صار في فوضى, بعد الثورة صار في مشكلة بالاقتصاد, شو كان على بالكن؟ كانت بلدكن مرتع للسياحة, ما حدا خطر له انه المشكلة السورية هي عمرها 45 سنة. يعني بمعنى تاني بيجي حدا بيقول ليكو صارت أخطر بلد على الصحفيين, مين قالكن انه كانت كتير بلد آمنة على الصحفيين قبل؟ يعني زاد المستوى شوي بإرادة اللي حاط بباله فعلا انه يحط الامور امام الدنيا كلياتها, يا هو يا داعش. على كل حال رح نشوف من مقال الاستاذ ياسين الحاج صالح تحت عنوان سوريا والقوى الغربية مشكلة عالمية, المقال بالقدس العربي, رح نشوف بعض التفاصيل وجهات نظر. المقال مثل العادة هو مقال تحليلي وطويل, بس في بعض التفاصيل والملاحظات رح نوقف عندها. بيقول ياسين الحاج صالح: اتسم التعاطي الغربي مع الصراع السوري منذ وقت مبكر بمجموعة من الخصائص التي تثير التساؤل عن الكفاءة السياسية والفكرية للنخب والقادة السياسيين في الغرب. من أول هذه الخصائص التعامل مع النتائج وليس مع الجذور والأسباب. يعني المثال الصارخ اللي الكل بيعرفوه صاروا هو بان كي مون, أمين عام الأمم المتحدة, دخل سجل جينيس بالقلق, يعني بالقلق أكتر من أم خايفة على ابنها, أو أكتر من صاحب محل تاركه مفتوح والله أعلم وين أخدوه, قلق جدا. أما جماعة معالجة النتائج مثل اليوم اللي بيجي بيقولوا مشان موجات اللاجئين اللي عم يقتحموا أوروبا بمئات الألاف, بيقولوا انه هدول داعش طلعتهم. بس ما هي داعش نفسها كانت نتيجة. يعني بدك ترجع لورا مزبوط لتعرف اللي اذا روحت داعش انت وانهيت داعش ممكن يطلع غير داعش. يعني باختصار وبشكل مباشر, بطهران وحتى بموسكو في غرف عمليات بتصمم شيء اسمه ميليشيات حزب الله, شيء اسمه الفضل عباس, شيء اسمه الحشد الشعبي, شيء اسمه داعش, شيء اسمه ابو دباس وابو دباك وغيره وغيراته. يعني بتشيل واحد بتجيب, يعني مثل اللي قاعد على 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 اسطمان سياره وعم يحاول يسكره, تسكر الاسطمان بيفجر بيفتح من مطرح تاني. انت في محرك اساسا, محرك شيطاني عم يطلع لك كل المنتجات هاي. بس ما بعرف اذا هي الموضوع سذاجي وغباء عن السياسيين الغربيين, ام هو حدا مطلع وعم يستثمر بطريقه ما يمكن نحن ما بنعرفها كثير. بيقول الكاتب ياسين الحاج صالح وبيدقق على هذا التفصيل اللي هو خاصيه التعاطي الغربي مع الصراع السوري, بانه افتقار سياسات القوى الغربيه الى جذر قيمي واضح. بيقول لك واحد فورا السياسه ما فيها اخلاق, السياسي ما فيها أخلاق, يعني هي عبارة إجت هيك تبع أنه ما فيها عواطف وما فيها خيرية بدون مصلحة, بس لا يعني أنه ما فيها مبادئ عامة. يعني بيع وتشتري اليوم بيع سريع, بس بتراكم على حالك ديون ممكن تدفعها بعدين.
على كل حال بيوصف سياسة وخاصة سياسة الغرب أنه كانت مقتصرة على منهج إدارة الأزمة، يعني خليها ماشي عم تاكل بعضها. وبعض الأغبياء حتى بالغرب فكروا أنه الموضوع له علاقة بأنه طالما عم يتقاتلوا مع بعض أعداء السابقين المفترضين كل أنواع الميليشيات بغض النظر عن انتماء الطائفة، إذا كان بيتبع طهران أو بيتبع غيرها أو متعدد التبعية فعم يأكلوا بعض، هيك بفكروا. مين قال لك أوباما بيك؟ مين قال لك أنه هنا عم يأكلوا بعض؟ بس ممكن بلحظة يتفاهموا عليك، حتى عليك وعلى مثل ما تفاهموا على الأبرياء. يعني إذا بتطلع بالواقع السوري اليوم بتلاقي فيه عصابة بيقودة أبو سيادة اللي بسمي حاله على أساس رئيس عصابة، بتلاقي كمان مجموعة تاني ميليشيات حسن نصر الله، بتطلع هيك باتجاه الشرق بتلاقي مجموعات لهم بيسموا على أساس عندهم خليفة داعش، بتطلع باتجاه تاني. هدول هني أول من دفع تمن هذا الشيء، هن الأبرياء هدول اللي عم يركضوا بكل اتجاه ليلاقوا بيت يستروا فيه أولادهم. على كل حال من الأمثلة اللي بيركز كتير عليها بمقاله الأستاذ ياسين الحاج صالح موضوع اللجوء وتعامل الأوروبيين القارة العجوز مع اللاجئين، بيقول ياسين الحاج صالح المثال البارز على قصر التعامل على النتائج هو سياسات الأوروبيين الأمنية حيال اللاجئين السوريين، حيث تعتبر مشكلات إنسانية مفصولة عن جذرها السياسي. ببساطة يعني إنه لا فوتوهم من هون، إيه لا منشغلهم، منعطيهم بطاقات بيشتغلوا ولا لا، شيء من هذا القبيل، بلا ما يغرقوا بالبحر لا يطلعوا من البر، وبلا ما يطلعوا من البر يطلعوا بالجو. بيقول ياسين حاج صالح لاحقا بمقاله هذا ليس فقط مسلكا غير عادل وغير مسؤول، وأصحابه ليسوا فقط أسوأ بكثير من حفنة من السياسيين سياسيين عرب تعاملوا مع ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، بين قوسين لم تكن لدى العرب معلومات كافية حينها وكانت بلدانهم محكومة من مستعمرين أوروبيين، وإنما هو حتى من وجهة النظر العملية التي لا يعنى هؤلاء سياسيون بغيرها سياسة فاشلة ولن تثمر. وبتابع بيقول جذر المشكلة في سوريا نظام طغيان يحكم البلد منذ 45 عاما وأظهر استعدادا دائما للقتل الواسع لمحكوميه. ظهرت المنظمات المتطرفة ومنها جبهة النصرة وداعش مثلما كانت ظهرت قبل في العراق وفي أفغانستان بفعل ما تعرض له البلد والمجتمع والاقتصاد من دمار، لكن ليس على يد احتلال خارجي في سوريا بل على يد احتلال داخلي إنجاز التعبير. وتستفيد هذه المنظمات العدمية كثيرا من جهة ثانية، من حرمان السوريين من العدالة على المستوى العالمي ومن الحماية ومن الدعم، وقد طلبوها كلها العدالة والحماية والدعم ولم يستجب لهم. اللي بده يلعب مع القط بده يتحمل خراميشه. طبعا كل الكلام هذا على عهدة الأستاذ ياسين حاج صالح، اللي ممكن مستمعينا يكون بوافقوا على شيء منه ويكونوا ما بوافقوا على بعض التفاصيل. بيقول ياسين حاج صالح لاحقا بفكرة تانية، ما يمكن، هاي طبعا باستشراف لوجهة نظر المطلوب لأي شكل من أشكال مستقبل لسوريا، بيقول ما يمكن أن تتأسس عليه أكثرية سورية جديدة هو تسوية تاريخية كبيرة تطوي صفحة نظام السلالية الأسدية الإجرامي، وتربط بين هذا الهدف وخوض حرب تحرير ضد داعش بغرض تحطيم هذا الكيان الإرهابي العنصري واسترجاع ما يحتل من مناطق سوريا وفي العراق وطرد الجهاديين الأجانب، يعني مفروض على رأس القائمة ميليشيا حزب الله. بناء أكثرية سورية هو المعيار الجدي لسياسة تعالج فعليا المشكلة السورية وتؤسس لسوريا جديدة مختلفة. يمكن للأمم المتحدة والقوى الغربية والدول العربية طبعا أن تساعد في هذا. الأمم المتحدة يعني نفسه بان كيمون، القوى الغربية اليوم بعد أوباما، والدول العربية يعني في تفاصيل بمقال تاني رح ينحكى فيها عن موقف بشكل عام الدول العربية. بتابع ياسين الحاج صالح وكل يوم إضافي يمر يجعل الحال أسوأ وأكثر استعصاء على المعالجة، وهي وصلت هذا الاستعصاء الحالي بفعل شلل العدالة الدولية والافتقار إلى الرؤية السياسية أصلا.
على كل حال، تقييم وخلاصة كلام ياسين الحاج صالح عن هذا الوضع وعن هذا الفشل اللي هو بيربطه بالقضية القيمية، القيم بالدرجة الأولى. الختام هو بيحكي عن حاله وبيلخص كل شيء انطرح من تفاصيل، بيقول: أما المثال الذي يدل على ضمور في الحس الإنساني فهو أن ما يصلنا كسوريين من تعامل القوى الغربية مع صراعنا هو أن الحل الغربي لداعش هو بشار الأسد. يصعب إيجاد كلمات كافية للتعبير عن مدى الوضاعة الأخلاقية لهذا الموقف. أقول مرة أخرى إنه أسوأ بكثير من مساندة عرب لهتلر قبل 75 عاما. منشان مين الحليوة، بطل قصة القصة اللي طرحها أحمد عمر، الكاتب أحمد عمر بمقاله بالمدن الإلكترونية، رح نشوف. بس أنا بصراحة رح في بعض الكلمات رح أحذفها من وأنا بقرأ، وأنتوا لحالكم مستمعين بتعرفوا عن مين بيحكي. بيقول: العلامات والأهلة وفناجين قهوة الطين وحصى الودع تقول أننا سنرى في قادمات الأيام، هون في كلمة ملغية، إحدى الدول العربية تعديلا دستوريا في 10 دقائق من معلم وليس من دون معلم. هذه المرة أي بتوقيت ساعة أوميجا. فالدولة هاي اللي بيحكي عنها بيقول تتأسى بسوريا البعثية، وقد تكسر الرقم القياسي في سرعة خرق الدستور من غير مثقب وبسرعة الصوت والضوء والكفتة، وتتوالى الأخبار عن اكتشاف روابط الأخوة بين النظامين، هذا النظام والنظام بسوريا، فعدوهما واحد، مع العلم أن كام ديفيد لا تزال حية وهي السبب الوحيد الذي كان الإعلاميون السوريون يردون إليه سبب قيام الثورة في هذا البلد. بمقطع آخر بيوضح هو لما بيحكي عن الدساتير، طبعا هاي إحدى الدول اللي هي افترض تتعامل، كانت بلحظات ان هي هيك مو مبين موقفها الا انه مع الثورة السورية، مع الشعب السوري عمليا بوجه الظلم وكل انواع الاجرام والانعدام الاخلاق. بيقول بس هو مبررات لها علاقة، واليوم عم نحكي نحن عن حكم الناس المرتبطة كتير بموسكو. بيقول: الدساتير العربية هي للزينة والعرض في واجهات المحلات، فهي دساتير مانيكان، السبب أنه لابد من عرس وورق لإتمام حفل الطهور. بمقطع لاحق بيوصف هو هذا الزعيم المستجد باللعبة، وبيقول عنه بعض الكلام أنه هو خايف من البرلمان حاليا، عنده برلمان وخايف من بعض التعديلات الدستورية بعد انتخابات قادمة. بيقول: الرجل خائف من البرلمان، فقد يختار الشعب حرافيشا يطيحون به بثلثي الأعضاء، وهو يريد أن يحمي ساعة أوميجا من أن تتوقف عن العمل على الأقل لمدة رئاسية واحدة، فهو يريد إكمالها كما صرح مرة. وعادة من يكمل مدة رئاسية واحدة يصاب بالإدمان يا حبة عيني، فالرئاسة مثل الصنف، والسلطة أكثر أنواع المخدرات خطرا في بلاد العرب ما أوطاني. بتابع أحمد عمر وبيقول: ذكرنا شخصيتين من شخصيات المجموعة القصصية في هذه السطور، لأنه بيكون ذاكر كذا قصة نقلينا بعض اللي كانوا مسجونين بسجون هذا النظام. وبيقول: سيد الحليوة هو الشخصية التراجيدية الثالثة، وهو صبي وسيم جدا، ورث حلاوته من أمه الشقراء التي لا تشبه أشتون، ودخل السجن بعد قتل الفتوة عليوة الذي كان يتحرش بأمه دفاعا عن شرفها الذي هو شرفه، فوجد نفسه محاصرا من حيتان السجن وخراتيتها الفحول، وحيدا في ذلك الفرن البشري الذي وقوده من المجرمين والسفاحين، ومخيرا بين أمرين: الموت أو أن يفتح مخه ويخلع معها البدلة وسروال التوت الداخلي. كان قد دخل السجن في جريمة شرف يفتخر بها مجتمع اللي هو فيه، فاضطر إلى بيع شرفه للمعلم خضير. لا أقصد بالحليوة أحدا من نجوم ثورة هذه البلاد أبدا، ولا أبطال ثورتان فيها كمان، المجيدة طبعا، ولا الحليوة ركن
أبو محمود عبد الدستوري، ومن حفر دستورا لأخي صدقي وقع فيه. اللي كانوا يساووا دورات بروسيا من الجيوش التابعة لروسيا أو مش تابعة تماما، يعني مثل ما بالنظام بسوريا كلياتهم عندهم هيك تقاطعات إلى علاقة بطريقة تفكير المخ العسكري الاشتراكي. يعني إذا حدا بيحاول ينكش شوي يشوف روسيا الاتحادية بوجود بوتين شو عملت حروب بهالخمستعش سنة الماضية، لأنه نحن على فكرة ما كتير كنا منتبهين شو عمل بجورجيا، شو عمل بالشيشان، شو عمل بغيرها وبغيراتها، يعني مضيع حروب. يعني حتى لدرجة أنه بتحس أنه أداء النظام بسوريا باستخدام سلاح الطيران ضد المدنيين وسلاح التشبيح وفرق الموت اللي تفوت قدام قواته لاقتحام أي تجمع سكني ابتداء بقرية أو بلدة وصولا لمدينة، إذا كان فيها أي حدا ما بزقف للقائد والزعيم والقيصر، هذا المسلك كله طبعا النظام ممكن يلتقى هيك بحلقة بحث صغيرة من ضمن ممارسات الجيش الروسي بقيادة بوتين طبعا، لأنه فظع ولسه لقدام. يعني آخر فيلم كان بأوكرانيا وهلأ نازل على سوريا يحاول يلعب نفس اللعبة. بس اللافت للنظر أنه المفروض أنه في مروحة كبيرة من أصدقاء سوريا، والموضوع بطل موضوع محلي وصار بيتقاطع مع المصالح الدولية وبيتقاطع مع التوازنات الدولية، ولسه بعد شوي كمان بوتين بيطبل وبيزمر بيقول انه في حرب باردة، وهيك بيصور نفسه كقطب بالعالم متعدد الأقطاب على حسب وصف المحللين اللي كتير بيهمهم الموقف الروسي. هو فات الفوتة، بس بالمقابل مين اللي فتح له الباب؟ لهيك سؤالنا الأخير بحلقة اليوم، من أغرى بوتين؟ طبعا مستوحى من عنوان لمقال للأستاذ إياد عيسى بأورينت نت، والعنوان بيقول هؤلاء أغروا بوتين بالتورط في سوريا عسكريا. وبيبدأ بمقاله لما بيقول مرت المباحثات الأولية بين وزيري دفاع الولايات المتحدة وروسيا أول أمس بشكل روتيني لا يتناسب مع ما أثاره القرار الروسي بالتدخل العسكري المباشر في سوريا تحت غطاء الحرب على الإرهاب من اهتمام عالمي دولي، وهو برود مريب لا يشذ عما انتهجته إدارة أوباما في تعاطيها مع الملف السوري الملتهب منذ نحو 5 سنوات. وبيحكي إجمالا من أكثر من زاوية الموقف الأمريكي، وبيقول عنه عسكريا أن الموقف الأمريكي يعني أكثر ما شابه تجاه موضوع التدخل الروسي الحكي عن مستلزمات تقنية، وبيقول عنها حسب القول المسؤولين أو التصريحات الرسمية للدفاع الأمريكي للبنتاغون، بيقول لتجنب حدوث مواجهات عراضية بين الطرفين في ضوء الحملة ضد تنظيم داعش بحسب المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك. وبيوصف طبعا تصريحات ومواقف كيري وزير خارجي الأمريكي بإدارة أوباما، وبيرجع بيقول مبدئيا يتيح تدخل بوتين لأوباما هذا بالتفسير فرصة الحصول على ذريعة جديدة تخفف من أعباء الإحراج في الاستمرار بممارسة ضبط النفس إزاء المأساة السورية، كما تساعده على تمرير الوقت وصولا لموعد مغادرته البيت الأبيض 2017 بدايته طبعا، مع الاحتفاظ بحقه في ترديد اللازمة أن لا دور للأسد في أي مرحلة انتقال سياسي هي غير ممكنة على الأرجح. يعني هذا كلام توثيق لمسألة أنه الروس لما كانوا مرارا بمجلس الأمن لما يكون في دراسة وتصويت لمشروع قرار من مجلس الأمن مثلا تحت البند السابع بما يتعلق بسوريا، يعني محاسبة مجرمي الحرب بكثير من مسائل وقف اطلاق النار أي شيء، كان الفيتو الروسي هو اللي عطل، ويجي معه هذا اللي بسموه جماعة أنصار النظام الفيتو المزدوج يجوا معهم أهل الصين. بس أنه روسيا كانت لما تساوي فيتو كانت وكأنها عم تنقذ رايس لما كانت بمجلس الأمن،
أو أي حدا مندوب الأمريكي عم تنقذهم من الإحراج. بمعنى تاني يعني لولا ما عملت فيتو روسيا كانت أمريكا بدأت تضطر تعمل فيتو، لأن هي مو كتير يعني بوجود إدارة أوباما مو كتير بوارد الحسم. منشان خلص وقتنا نقول بعض الملاحظات من مقال أستاذ عياد عيسى عن مين أغرى بوتين بهالتدخل. بيقول: لا شك بوجود نوايا لدى الرئيس بوتين بالتدخل العسكري بهدف لجم إيران بالدرجة الأولى وإعادة الاعتبار للعامل الروسي في المسألة السورية بصفته صاحب الكلمة العليا، لكنه أيضا غير واثق من نجاح المغامرة أو السيطرة على مجرياتها خلال محاولة الإمساك الاستراتيجي بالورقة السورية سياسيا واقتصاديا وسط صراع إقليمي شرس. وبالنسبة لأوباما ليتمم ملاحظاته، بيقول: فعليا لم يكن أوباما صاحب الإغراء الوحيد لبوتين حين ربط بين دعم المقاتلين المعتدلين والتزام هؤلاء بمواجهة داعش دون الأسد، حيث تعرض بوتين للإغراء كذلك من أصدقاء وازنين في نادي الشعب السوري عبر ثرثرات جانبية غير بريئة مع المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن فيتالي تشوركين، الذي اضطر مؤخرا لفضح نفاق بعض الأصدقاء الذين تتفق مواقفهم مع موقف موسكو تحت الطاولة فيما تتناقض فوقها. وطبعا إسرائيل، بيقول: إسرائيل بدورها لم تكتفي بتسريب أنباء الحشد الروسي داخل سوريا، إنما واكبته بحملة إعلامية تزين لبوتين عمليات التورط عبر التركيز على أهمية المصالح الروسية والتلميح إلى حق موسكو بالتدخل لحمايتها وإظهار عدم معارضة تل أبيب لذلك. وبالنهاية بيقول قبل ما يخلص، بيقول: ليس مستغربا أن يتلقى بوتين الإغراء الأكثر إثارة من زعيم عربي، أو ربما من أكثر من زعيم، محسوبين على معسكر الثورات المضادة من جماعة القومجية والعسكريتارية التي ترى في الإسلام السياسي السني خطرا وحيدا يبيح التحالف مع الإسلام السياسي الشيعي رغم تكشير الأخير عن مشروعه التوسعي الفارسي الحقيقي المتدثر بعمامة وعباءة المقاومة على حساب العرب أرضا ووجودا. على كل حال الموقف العربي مو كامل كلهم هيك، ولا كلياتهم هن اشتغلوا على إغراء بوتين لهالفوتة. بيقول إياد عيسى: أن تترك الرياض وحيدة باستثناء دعم قوى خليجية محدودة القدرة بشريا في مواجهة استراتيجية مصيرية مندلعة، هذا خطأ قاتل لا يجوز استمراره لمجرد خلاف بالتكتيك أو بالاجتهاد في سلم أولويات لا يحتمل الاجتهاد أصلا. وعلى كل حال بيوضح هو عن نفس البلد العربي اللي كنا بنحكي عنها بمقال أحمد عمر، بيوضح قدي كان دود الخل منه فيه. خلص وقتنا، كان عنوان حلقتنا حكم العسكر وما أدراك. منشوفكم بكرة. للاستماع الحلقة فيكم تابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. باي باي. ولك أنا ما قلت لكم مليون مرة اقروا وما تحلقوا. ما دخلنا لك سكوت. أسبرين، تقديم وإعداد حازم العريضي، فادي رياض، فكرة وإشراف فارس الذهبي، موسيقى وإخراج خالد قطرميز، من إنتاج راديو أورينت. أسبرين يزيل الألم، يخفف الحرارة، يعيد الشعور بالصحة.